السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذه غادي نشوفو لي زوبيراتور تيرنير ولا لي زوبيراتور كونديسيونيل. كاين اللي تيقولو لهم تيرنير ولا كاين اللي تيقولو لهم اوبيراتور كونديسيونيل. الوغ اش كي شنو علاش صالح هاد لوبيراتور تيرنير؟ ملي تيكون عندنا واحد لا كونديسيون والعكس ديالها تنخدمو بهاد هاد لوبيراتور تيرنير. باغ اكزومبل عندي واحد الفاريابل ا أعطيها مثلا 10 و variable b نبدلو هذا 10 هذه طلعت لي فراسي نديرو مثلا 8 و b نعطيوها par exemple 4 ونمشي ندير c وندير 3 فوالا. دابا بغيت نعرف شكون فيهم اللي كبير. هنا ندير الماكس داكور ندير الماكس نديكلار واحد الفاريابل ماكس ونخليها تنشوف نديرها ديريكت. غنمشي نشوف دابا شكون اش نحيد هاد السي هذا ونشوف غير هاد ا و بي نشوف شكون اللي كبير ما بين هاد ا و بي. فوالا تندير واحد القوس هنا غير هذا راه هاد الاقواس هادو راه اختياريين بغيتي ديرهم ما بغيتيش ديرهم غير جوست بور على ود التنظيم وصافي. تندير الاقواس تنخدم بالاقواس مزيان غندير الاقواس وندير ا كبر من بي. واش ا كبر من بي؟ الا كان بغيت دابا نعرف شكون اللي كبير في هادو. واش ا كبر من بي؟ الا كان صحيح تنسول الا كان صحيح يعني راه ا اللي كبير سينو راه بي اللي كبير. تندير بوين فيركول. دابا شنو درت انايا؟ كنسول واش ا كبير على بي. هاد ليكسبريسيون هذا غادي يرجع لي هاد ليكسبريسيون هو اكسبريسيون لوجيك صافي غادي يرد لي يا اما ترو ولا فولس. يعني هاد ليكسبريسيون هادا يرد ليا صحيح ولا خطا. الا كان صحيح غادي افيكتي هادي الا كان خطا غادي افيكتي هادي. فين غادي افيكتيها؟ يعني الا كان هاد ليكسبريسيون صحيح نشوفو مثلا واش ا اللي هي 8 كبيره على 4 اي واش هاد ليكسبريسيون صحيح ولا خطا؟ صحيح اذا راه ا اللي كبير ا هو الماكس غادي افيكتي الاش الماكس وهاد بي هذا ما غاديش يقرب ليه. امتى غيقرب ليه؟ الا كان هاد ليكسبريسيون خاطئ سي بون. يعني هنايا الماكس هو شنو ندير ايكو اون افيكتي نشوف شكون هو شنو لا فالور اللي كاينه دابا في لا فاريابل ماكس. فوالا فيه 8 يعني 8 هو الماكس ما بين هاد الجوج هادو داكور. هادشي اللي كاين بالنسبه لي زوبيراتور تيرنير. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.